استاذ وسام، ثانك يو على الدوره الحلوه واستفدنا منها منيح. انا شخصيا كنت بعيد عن الدومين، انا اي تي، بالاي تي ابداي، بالنتوركينج بالسوفت ويرينج كثير ابداي، وحبيت كمل هالموضوع خصوصا انا بالشغل بالسولر وبيع سولر مفرق وجمله، فضوت لك. حيصرنا شي 5 6 جلسات نجي لعندك، في كتير كم هائل معلومات. يعني حتى دقيقة عم بحكي عن ابراهيم، قلت له صح نحن عم نقدر بمطرح نتدارك هاي المعلومات، بس هي كم هائل هائل كتير من المعلومات.